بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أهلا وسهلا بكم في قنوات عالي الفضائية ودروس الإلكترونية في درس من دروس العلوم صف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا لهذا اليوم مراجعة الفصل الثاني المملكة الحيوانية. تذكرون المملكة الحيوانية هي إحدى الممالك التي تم تصنيف الكائنات الحية إليها، وفي هذا الفصل تطرقنا إلى ثلاث دروس اللي هي الحيوانات اللافقارية، وأيضا الحيوانات الفقارية، وأيضا أجهزة أجسام الحيوانات. من أهداف درسنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى، والتي سوف ونأمل أن نحققها وإياك سويا عزيزي الطالب، أن يتعرف هنا الحيوانات ويحدد حاجاتها الأساسية وخصائصها. تعرف على الحيوانات لفقارية أو لا فقارية، يلخص هذه الخصائص لمجموعة اللافقاريات، أيضا يعرف الفقاريات ويصف خصائصها، يصف مجموعة الفقاريات السبع، يتعرف أجهزة أجسام الحيوانات، ويلخص تركيب ووظائف أجهزة أجسام هذه الحيوانات. هنا عزيز الطالب المتوقع منك تحقق بعض هذه أو هذه الأهداف، ولكن نتمنى إن شاء الله أن تركز في درسنا اليوم، لأن إحنا بنعمل مراجعة كاملة لهذا الفصل الذي تناولنا فيه ثلاث دروس تقريبا. فعندنا من أهداف درسنا بإذن الله تعالى أننا نتعرف على الحيوانات ونحدد حاجاتها وخصائصها، أيضا تلخيص خصائص المجموعات الفقارية واللافقارية، والتعرف على أجهزة أجسام الحيوانات. تابع معي جدول التعلم التالي. أنت عندما درست الآن في رابع ابتدائي، سبق وأن درست بعض هذه الخصائص أو الصفات في الأول ابتدائي أو الثاني أو الثالث. إذن جدول التعلم التالي ماذا تعرف؟ تعرف تقول أن بعض الحيوانات لا يوجد لها عمود فقري، أو أن بعض الحيوانات لها عمود فقري، أو أن الحيوانات لها أجهزة تؤدي وظائف مختلفة. لكن ماذا تريد أن تعرف بإذن الله تعالى معنى أي الحيوانات تنتمي إلى اللافقاريات؟ ما هي خصائص الحيوانات اللافقارية؟ أي الحيوانات تنتمي إلى الفقاريات؟ ما هي أهمية أجهزة الجسم للحيوان؟ دعنا ننطلق وإياك بإذن الله تعالى من هذا الجدول، وسوف نتعرف عليها في هذه الشرائح القادمة. تقويم المعرفة السابقة، ما هي بعض أنواع الحيوانات التي ليس لها عمود فقري؟ عطنا بعض أنواع. اكتب الآن في الورقة بجانبك، أحضر كتابك الآن وأحضر ورقة ودون فيها بعض أسماء الحيوانات أو الطوائف التي تنتمي إليها. أعطنا حيوانات أو طوائف تنتمي إليها هذه الحيوانات. أيضا اكتب بعض حيوانات التي لها عمود فقري. لها عمود فقري. إذن مثل الديدان أو المفصليات، هذه ليست لها عمود فقري. مثل أيضا الطيور أو الثدييات، هذه حيوانات لها عمود فقري. إذن هذه مجموعة اللافقاريات، وهذه من مجموعة الفقاريات. نأتي الآن إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وتأملك فيها عزيز الطالب. قال الله سبحانه وتعالى:
والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. إذا لو تأملت في هذه الآية لوجدت أن الكائنات الحية وصفها الله سبحانه وتعالى بوصف أنها تتحرك إما عن طريق تمشي على البطن مثل الزواحف، أو تمشي على الرجلين، أو تمشي على أربع، أو مثل الرجلين الطيور أو الإنسان أو ما شابه ذلك، تمشي على أربع مثل ما هو أمامك الجمل أو الغزال أو الفيل أو الحصان أو ما شابه ذلك، والله على كل شيء قدير. معناها قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي وضعت هذه الكائنات الحية المختلفة حتى في الأجهزة، في التصنيف، في طريقة التكاثر، في ما شابه ذلك. إذا لو طرحنا السؤال التالي عليك، كيف تختلف الحيوانات عن بعضها البعض؟ كيف تختلف الحيوانات عن بعضها البعض؟ تختلف عن طريق مثلا التكاثر، تختلف مثلا عن طريق أنها حيوانات فقارية أو حيوانات لا فقارية، تختلف مثلا بأن لما تكلمنا عن الفقاريات قلنا منها متغير درجة الحرارة ومنها أيضا ثابتة درجة الحرارة. إذا هذه تقريبا الاختلافات من حيث الشكل، من حيث الوبر الذي يغطيها وما شابه ذلك. إذا هي تختلف في حقيقة في هذه الصفات التي ذكرناها، وسوف تجدها تباعا في درسنا لإذن الله تعالى. تصنيف المملكة الحيوانية، صنفت المملكة الحيوانية إلى مجموعتين، اللافقاريات والفقاريات. أنا أعطيتك الآن هنا في اللافقاريات أعطيتك ثلاث، أريدك أن تكملها. أعطيتك الإسفنجيات، اللاسعات، شوكيات الجلد. ترى هذا الدرس هو مراجعة، فبذلك أنت سبق وأن أخذت هذه المعلومات في دروسنا التي شرحناها سابقا، أو الدروس التي توصلت معها ومع معلمك فيها. فبذلك هنا الإسفنجيات، اللاسعات، وش تتوقعون؟ الرخويات، أحسنتم، الديدان، جميل جدا. طيب لو جينا الآن إلى الفقاريات مثلا، الأسماك، كائنات حية تطير، الطيور، ممتاز، كائنات حية ترضع صغارها، الثدييات، جميل جدا، السلاحف مثلا تعيش في البر والماء، البرمائيات، ممتاز، أيضا مثل السحالي أو الثعابين اللي هو الزواحف. إذا نستعرض اللافقاريات، الإسفنجيات، اللاسعات، الرخويات، شوكيات الجلد، المفصليات، والديدان. وهنا الديدان تتقسم إلى ثلاثة، الديدان المسطحة، الفقاريات هي الأسماك، والبرمائيات، والزواحف، والطيور، وأيضا الثدييات، وأيضا الطيور وإيش؟ والثدييات. وأيضا تكلمنا وقلنا الديدان تنقسم إلى ثلاث أقسام، ما هي؟ اللي هي الديدان المسطحة، والديدان الأسطوانية، والديدان الحلقية. إذا هذه تصنيف المملكة الحيوانية. شريحة أخرى جميلة جدا، وهي ما هي خصائص الحيوانات اللافقارية؟ أعطيناك مثال الإسفنجيات، هذه الإسفنجيات اللي ظاهرة في الصورة أمامك، لو تأملتها تلاحظ أنها تقريبا تكون مجوفة من الداخل، بسيطة التركيب، ليست معقدة، فهي حيوانات ليس لها عمود فقري.
هذه الكائنات الحية حيوانات ليس لها عمود إيش؟ فقري. ناخذ لون آخر، حيوانات ليس لها عمود إيش؟ فقري. أيضا بعضها له أعضاء صلبة تغطي جسمه، بعض مثل الحشرات مثل العنكبيات وما شابه ذلك، بعضها لها تراكيب داخلية تدعم جسمه مثل الرخويات، هذه لها تراكيب داخلية تدعم جسمها، أو مثلا الشوكيات الجلد. إذا هذه خصائص الحيوانات اللافقارية، ليس لها عمود فقري، لها أعضاء صلبة تغطي أجسامها، لها تراكيب داخلية تدعم أجسامها. صفات الحيوانات الفقارية كما بالصورة التي أمامك الماعز، تلاحظ أنها حيوانات لها عمود فقري مثل الثدييات، أي أنها حيوانات لها عمود فقري. أيضا بعضها متغير درجة الحرارة، ركز معي في هذه مهم جدا، أن بعضها متغير درجة الحرارة وبعضها ماذا؟ ثابت درجة الحرارة. العمود الفقري يدعم الجسم ويسمح له بحرية الحركة. إذن هذه تقريبا أبرز الخصائص للحيوانات الفقارية بمجموعاتها التي تكلمنا عنها قبل قليل، اللي هي الثدييات والبرمائيات والطيور وما شابه ذلك، مع اختلاف الخصائص لكل طائفة. شريحة مهمة جدا وهي الأجهزة الحيوية للحيوانات، عندك تبع أجهزة حيوية، تبع أجهزة حيوية، الجهاز الهيكلي موجودة في جسمك أنت، تأملها بشكل جيد وتأمل قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه الأجهزة وتكاملها مع بعضها البعض. الجهاز العضلي رقم 2، الجهاز العصبي أو يسمونه الحسي ليتحكم في جميع الأجهزة، الجهاز التنفسي، وأيضا الجهاز ماذا؟ الدوراني رقم 5. الجهاز السادس هو الجهاز الإخراجي، والجهاز السابع هو الجهاز إيش؟ الهضمي. إذن عندنا 7 أجهزة حيوية في للكائنات الحية، جهاز هيكلي عظام، عضلي عضلات، عصبي أعصاب والدماغ، تنفسي اللي هو الرئات والخياشيم، دوراني اللي هو القلب والدم والأوعية الدموية، إخراجي اللي هو الكبد والكلى والجلد وما شابه ذلك، الجهاز الهضمي اللي هو الفم والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وما شابه ذلك. ننتقل الآن وإياكم إلى هذه المراجعة ونطرح الأسئلة والتساؤلات والاستفسارات عليكم أعزائي الطلاب. إذا لو تلاحظ في هذه الصورة طرفان هي من الحيوانات اللافقارية، أي حيوانات ليس لها عمود فقري. هنا في هذه الصورة تلاحظ ماذا؟ الفيلة، أحسنتم. إذن هنا الفيلة وهي تعتبر من الفقاريات، وقلنا الفقاريات ماذا تتميز به؟ أيوة، حيوانات لها عمود فقري، جميل جدا. لاحظ معي النعامة التي تركض من العدو، إذن هنا النعامة لها أجهزة ساعدتها على تأدية وظائفها مثل الجهاز الهيكلي أو الجهاز العضلي أو الجهاز التنفسي أو ما شابه ذلك. إذن هذه ملخص الصور للثلاث الدروس التي أخذناها: اللافقاريات حيوانات ليس لها عمود فقري، الفقاريات حيوانات لها عمود فقري، أجهزة المخلوقات الحية 7 المتكاملة مع بعضها البعض. دعونا ننطلق إلى هذا السؤال التالي، نستخدم هالمفردات، عندي 6 مفردات، نرجمها معكم: جهاز هضمي،
جهاز عصبي، فقريات، وهيكل خارجي، وزواحف، واللافقريات. ناخذ معناها، نضع هذه الست المفردات في هذه الست الجمل اللي موجودة معنا في فراغاتها. طيب ناخذ لها. معظم الحيوانات تنتمي إلى مجموعة ماذا؟ إلى مجموعة يا فقاريات يا اللافقريات، هذا المجموعة اللي صنفنا المملكة الحيوانية بناء عليها. إذا جميع تقريبا الحيوانات أو معظم الحيوانات تنتمي إلى المجموعة اللافقريات. أحسنت، إلى مجموعة اللافقريات، إلى مجموعة اللافقريات. رقم اثنين، يحلل الجسم الطعام فيه. وعندنا جهازين، يحللها في جهازين الأجهزة، يا جهاز هضمي يا جهاز عصبي. وين ينهضم الطعام؟ داخل بطنك. ايش نسميها؟ الجهاز ايش؟ ممتاز، الجهاز الهضمي. احسنتم. طيب حيوانات لها عمود فقري، ايش سميناها؟ هنا عندكم حيوانات لها عمود فقري، الفقاريات. يا سلام. رقم أربعة، الحشرات لها صلب يحمي أجسامها. لها ماذا؟ هل لها جهاز عصبي؟ هل لها زواحف؟ أم هيكل خارجي؟ إذا الحشرات لها هيكل خارجي، جميل جدا، يحميها. الدماغ وأعضاء الحس والأعصاب وين تكون؟ في أي جهاز؟ إيش باقي معنا؟ الجهاز العصبي. بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى السحلية، حيوان فقاري متغير درجة الحرارة، ينتمي إلى ماذا؟ ينتمي إلى إيش؟ وقلنا لا فقاري، لكن ينتمي إلى الزواحف، ينتمي إلى الزواحف. إذا لاحظتوا معي المفردات كيف تناولناها في شيء من الدقة، معظم الحيوانات تنتمي إلى مجموعة اللافقريات، يعني مجموعة اللافقريات هي مجموعة كبيرة جدا فيها ملايين الكائنات الحية أو الحيوانات. تحلل الجسم الطعام في الجهاز الهضمي. حيوانات لها عمود فقري تسمى الفقاريات. الحشرات لها هيكل خارجي. الدماغ وأعضاء الحس تكون الجهاز العصبي. السحلية من الزواحف. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، ادرس الشكل. مثل هالأسئلة مهمة الحقيقة جدا لكم يا أبنائي، تتعودون على مثل نمط هذه الأسئلة. عندك علامة استفهام هنا، أي مما يلي يناسب ملء الفراغ في هذا الشكل بدل علامة الاستفهام. هل أضع أنواع المفصليات عندي؟ حشرات، قشريات، عديدة الأرجل. هل أضع ألف سرطان البحر، أم باء عنكبيات، أم جيم شوكيات الجلد، أم دال الرخويات؟ أنواع المفصليات ماذا تتوقع عنها؟ المتبقية عندي عنكبيات. ممتاز، أحسنتم. إذن العنكبيات هي التي تكون أنواع المفصليات مع الحشرات والقشريات وعديدة الأرجل. سؤال آخر، تقويم. فيما تتشابه جميع طوائف الفقاريات، ما هي الشيء اللي تتشابه فيه جميع طوائف من مسماها فقاريات؟ وفيما تختلف، تختلف حسب درجة الحرارة قلنا. في كائنات حية ثابتة درجة الحرارة، أحسنتم، وفي كائنات حية مختلفة درجة الحرارة. الفقاريات وش يميزها؟ إن جميعها لها إيش؟ عمود فقري. ممتاز. إذا تختلف، بعضها متغير درجة الحرارة وبعضها ثابت درجة الحرارة، بينما تتشابه بأن لها عمود فقري.
سؤال آخر، والسؤال هذا من الأسئلة المهمة جدا حقيقة. ادرس الشكل التالي: عندك المفصليات والإسفنج، مجموعة اللافقاريات. المفصليات والإسفنج من مجموعة اللافقاريات. المفصليات لها أرجل مفصلية، الإسفنج مجوف من الداخل، كلاهما يشتركان في ماذا هنا؟ المفصليات والإسفنج، أي مما يلي هي صفة لكليهما وينتمي إلى الجزء كلاهما في الشكل المبين أعلى. أنا بشيل كلمة كلاهما هذه وضع واحدة من الأربع اللي موجودة عندنا. هل المفصليات والإسفنج هو صدفة خارجية صلبة أم لا يمكنها الحركة بنفسها، يعني العنكبوت ما يتحرك من نفسه جالس في مكان، أم بدون عمود فقري أم لها أذرع ولوامس؟ إيش رأيكم؟ الإسفنج هل لها أذرع ولوامس؟ هل العنكبيات المفصليات ما تقدر تتحرك؟ هل هي رخويات تغطيها صدفة خارجية؟ إذا المفصليات والإسفنجيات من اللافقاريات، أي بمعنى بدون عمود فقري. ممتاز، بدون عمود فقري. عندنا الحمامة، ماذا تلاحظ أن الحمامة هذه؟ هل هي واقفة على غصن أم طائرة؟ إذا الحمامة هنا في وضع طيران. إذا عظام المجوفة هذه اللي موجودة في الأرجل، العظام اللي موجودة هنا، تساعد العظام المجوفة الطيور على ماذا؟ هل تساعدها على الطيران كما بالصورة، ولا وضع البيض، ولا المحافظة على الدفء؟ الريش هذا يحافظ على الدفء، أم التنفس؟ إذا ماذا تساعد العظام المجوفة الطيور على ماذا؟ من الصورة استنتجها، تساعدها على، بارك الله فيكم، الطيران. أحسنتم، تساعدها على الطيران. التفكير الناقد، سؤال حقيقة جميل: لماذا يعد الخفاش من الثدييات مع أنه يطير كالطيور؟ ليش ما صنفناه مع الطيور؟ إنما وضعناه من الثدييات. مهم جدا هذه النقطة. لو تلاحظ الخفاش في هذه الصورة هو يطير، له جناحين ويطير. جسمه هنا ماذا؟ لو تلاحظ هنا الجسم، هل هنا هذا ريش؟ هل هذا ريش؟ إذا ما هي صفات الثدييات؟ ما هي صفات الثدييات؟ ترفع صغارها، ممتاز. يغطي جسمها ماذا؟ الشعر أو الوبر، مثل هنا عندي وبر صغير ناعم، وتلاحظ الجناحين ما فيها ريش نهائي، والبطن هنا أو الظهر يغطيها الوبر الناعم، وترضع صغارها. وش بعد؟ هل الخفاش يبيض؟ لو كان يبيض كنا وضعنا طيور، إنما يا ليت، أحسنتم. إذن لأنه يمتلك صفات الثدييات، يمتلك الصفات. ما هي صفات الثدييات؟ الولادة، إرضاع صغاره، جلده مغطى بإيش؟ بالشعر أو الوبر الناعم. إذن هنا، وبذلك صنف الخفاش بأنه من الثدييات وليس من إيش؟ الطيور، رغم أنه يطير. سؤال بخريطة مفاهيم جديدة. أكمل خريطة المفاهيم بالمفردات التالية: عندك الحيوانات، انتقال الدم والغازات، وتصنف إلى، عندي أربع كلمات: فقاريات، لا فقاريات، الجهاز التنفسي، الجهاز الدوراني. تصنف إلى ماذا؟ صنفناها إلى مجموعات كبيرة، شيء له عمود فقري وحيوانات ليست لها عمود فقري. إذا تصنف إلى فقاريات وألا فقاريات، ممتاز. طيب انتقال الدم والغازات، ما هو الجهازين المهمين الذين ينقلونهما؟ الجهاز التنفسي والدوراني، أحسنتم.
إذا الجهاز التنفسي والدوراني انتقال الدم والغازات يصنف إلى لا فقاريات وفقاريات. الملخص، نصل وإياكم بإذن الله تعالى إلى ملخصنا لدرس اليوم. في هذا الدرس سوف نتعرف على المملكة، في هذا الدرس اللي موجود معي، المملكة الحيوانية. إذا نلخص درسنا بأن المملكة الحيوانية تضم مجموعة اللافقاريات ومجموعة الفقاريات. اللافقاريات تعرفنا على الإسفنجيات، اللاسعات، الرخويات، شوكيات الجلد، المفصليات والديدان. الفقاريات اللي هي الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور والثدييات، أجهزة الجسم، هيكلي، عضلي وعصبي، الجهاز التنفسي والجهاز الدوراني، الجهاز الإخراجي والجهاز الهضمي. إذا تقريبا الملخص للفصل كامل في المخطط التنظيمي اللي أمامك، مجموعات الفقاريات والمجموعات الفقارية وأجهزة الجسم. للاستزادة لديك كتاب العلوم وموقع العبيكان الإلكتروني. أصل وإياكم بإذن الله تعالى إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أتمنى إن شاء الله أن أكون وفقت في تقديم درس يرضي طموحاتكم ويلبي رغباتكم، ونتمنى إن شاء الله أنكم استفدتم منه. أيها العلماء الصغار، بارك الله فيكم، وإلى أن ألتقيكم أخوكم سعيد اليامي يحييكم ويتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.